السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع حضرتك محمود العربي. أنا بعرض على حضرتك النهاردة أول IoT بروجكت أعمله، Internet of Things. وكلمة IoT معناها إن أنا أقدر أتحكم في أشياء عن طريق أو باستخدام الإنترنت. أقدر أتحكم في أي حاجة موجودة عندي في البيت، في الشغل، في أي حتة. ممكن أتحكم في الإضاءة بتاعة البيت، ممكن أتحكم في التكييف ودرجة حرارته، ممكن اتحكم في التلاجة، ايا كان. البروجكت اللي حضراتكم دوت اللي هو الاي او تي معمول باستخدام الاي سي بي دوت نت، يعني مش مستخدم فيه لا بي اتش بي ولا مستخدم فيه النود ريد ولا مستخدم فيه اللوكال سيرفر اللي على البورد او الكتاز نفسها، لا ده باستخدام الاي سي بي دوت نت. لاحظ حضراتكم كده لو جيت هنا على ليد اون ادوس، لاحظ حضراتكم كده الليد نور، ليد اوف، ليد يطفي. طبعا ده برنامج بسيط، ممكن ليد اون ليد اوف، ممكن بطفي النور او اشغل نور في البيت، بتحكم في التكييف او درجة حرارته ايا كان. ويمكن دي حضراتكم التكنولوجيا اللي جاية، اللي هي اتحكم في كل حاجة موجودة عندي باستخدام شبكة الانترنت، وانا في اي مكان وفي اي حتة ممكن اراقب الشقة بتاعتي، ممكن اشوف البيت بتاعي، ممكن اراقب المصنع بتاعي، اشغل المكن بتاعي، اعمل اي حاجة باستخدام شبكة الانترنت. ويمكن ان شاء الله في الحلقات اللي جايه كده نتكلم مع بعض يعني ايه اي او تي، ونشوف اكتر من بروجكت ممكن نعمله بالاي او تي، ونتكلم مع بعض عن انواع البوردز او الكيتات اللي موجوده في السوق وازاي ممكن نستخدمهم، وايه الافضل في الحته بتاعه الاي او تي، وايه التطور اللي بيطلع كل فتره فيهم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.